طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل. انا كاريزماوي انا انا كاريزماوي انا كاريزماوي انا كاريزماوي. صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، مرحب فيكم في حلقه جديده من الرادار، ان شاء الله تستمتعون معنا في برنامج كاريزما، وسعيدين جدا بقراءة آرائكم وتعليقاتكم في كاريزما 65. الشباب يقول موجود فهد يكلمني في البيز، كيف الوضع؟ تعال نرحب بالاستاذ فهد بالكنترول، ان شاء الله ينضم معنا بعد قليل. استاذ علي غايب اليوم بعد ان اعطب مناحي حسب قول مناحي، وطبعا ابو سلطان القلب الحنون دق على علي عشان يقرا على اخوه، وعلي ان شاء الله يعني ما جاء اليوم، ما ادري هل علي بيأكد انه ما يبغى يقرا على مناحي او انه ما يبغى، مع ان علي وعد في مقطع مسرب من ابو سلطان انه يقرا في المويه ويعطيها مناحي، احداث ما ادري كيف اصلا. ابغى اقول لكم شيء، خلينا نفضفض، في اشياء كثيره قاعده تصير غريبه صراحه. بقول لكم الاشياء الغريبه هذه بعد فهد ما لبس المايك، هذه احد الاشياء الغريبه يعني. طيب البس مايك، هي ظاهره صايره اليومين على الطاري المايك، يعني بوريكم شيء. هذا مايك احد المتسابقين، مش محمد الودعاني، لا لا، هذا مايك احد المتسابقين، ما ندري وينه. الشباب بعضهم يقول نايم بعضهم يقول صاحي. عموما الاشياء الغريبه، برنامج شعر القمه المميز جدا، هذا برنامج الشعري الرائع اللي يعتبر اضافه للشعر ومجال الشعر والشعراء في المملكه العربيه السعوديه، بلجنه تحكيم مكونه من قامات في هذا المجال، الاستاذ سلطان بن وسام والاستاذ وصل العطياني والاستاذ معتق العياضي. ما نقول في الشعر شيء، برنامج مميز رائع، شعراء مميزين، وجه شابة اليوم الشعراء اجمعوا على احد الشعراء انه شاعر مستقبل ونجم، اللي هو اتوقع فاز بالكرت الذهبي منصور المطيري، يعني راهنوا رهان تام على ان هذه قنبله في الشعر. برنامج مميز شعريا وحقق نجاحات. لكن الوضع اللي صاير انا ما ادري ايش اسميه صراحه. يعني انه البرنامج صار لحظات لقاء، مش لحظه لقاء عندنا يوم الثلاثاء، لا، هذه لحظات لقاء، الكثير من اللقاءات، الكثير من المخالفات، الكثير من التمشي داخل القريه، الكثير من الاصدقاء والزوار والسواح واللي طلعوا من البرنامج في فترات ماضيه يجون. يا اخي الكريم، لابد ان يكون هناك ضبط للموضوع ويكون هناك ضرب بيد من حديد. اليوم كميه من الفوضى كبيره، يعني كل متسابق صار شفت اللي يزورك وياخذ واحد، كل متسابق ماخذ واحد داخل في الغرف، ماخذ ياكله في مطعم مضغوط بيتنا، ماخذ الثاني يتمشى يصور هو سنابات في اتجاه القريه. ناهيكم عن اكيد اللي جايب جوال لزميله يدخله، اللي جايب واللي جايب، يعني فوضى كبيره تعم بسبب عدم الضبط في شاعر القمه. وبنوقف عندها، بس خلوني ارحب بفهد بعد ما لبس المايك. حياك الله فهد. الله يحييك ابو عبد الله. تحدثت للامانه بايجاز عن الفوضى المصاحبه لشاعر القمه، البرنامج جميل جدا لكنه يحتاج ضبط الحضور للامانه. يعني انا اليوم اللي شفناه مره مو طبيعي، مو طبيعي، مو طبيعي، كميه دخول ناس غريبين للمكاتب، غرف النوم، غرف النوم. احد المتسابقين كان مع اخوه في مطعم مضغوط بيتنا وفي الساحه الخلفيه الغير مستعمله، يعطيه جوال او يتلفظ على احد المعدين اللي هو فايز، وهذا موضوع فايز لن نناقش لانه فيه الفاظ تحول الى ابو سلطان مباشره، يعني لن نناقش موضوع فايز اللي صار في مطعم مضغوط بيتنا، هذا الموضوع يحول الى ابو سلطان. فاتمنى يعني ضبط الحضور، بس يبغى لنا سكورتيه او بدي قبط 3 أو 4 يضبطون الحضور، يضبطون الابواب المداخل المخارج. بالنسبة للبرنامج فهو برنامج مليء للأمانة، برنامج مثري شعري، برنامج أثار الساحة الشعبية، أصبح حديث الناس، إضافة والله لهذا، للأدب ولمحبي الشعر وللشعراء، لجنة ثقيلة وشعراء مميزين، صلى الله عليهم التوفيق والسلام. الله يوفقهم إن شاء الله، ونستمتع وياكم كل أسبوع ببرنامج شعري مميز وإضافة للساحة الشعرية، بعيداً عن الفوضى التنظيمية اللي صارت اليوم والفوضى الخاصة ببرنامج كاريزما. أنت عندك برنامج رئيسي، لابد أن نحافظ على ضبط هذا البرنامج بمنع دخول أي أحد قريب للمتسابقين، وإذا دخل يراقب ويتم تصنيف الجمهور الحاضر إلى منطقة اليسار
الضيوف اللي من المتسابقين دون اي اختلاط بهم، ممنوع اي متسابق يطلع، ممنوع اي متسابق يدخل جوا، ممنوع يتقفل الباب هذا والباب. الموضوع سهل ترى، الضبط سهل، بس يبغى له ناس تشتغل. والله يا جماعه ترى تنظيم سهل جدا جدا جدا، الفوضى هي صعبه لانها مزعجه لكن التنظيم سهل. سكر الباب هذا ما يحتاج سكرتي، والباب هذا بس والله قفلت على ام الموضوع وانتهى، ولا فوضى ولا شيء ولا حوسه. خلونا نشوف ملخص اليوم ونرجع لكم لنتناقش حول اي الايام الكاريزماويه واحداثها ومتسابقينها ونجومها. اليوم مكرمنا رجل من خارج الحدود، احد المتابعين الاوفياء، انا اقدم له جزيل الشكر، وبراك ابن عمر البراك متابع ويغنيه ويزيد له من الخير ويبيض وجه. للفائز اليوم فيصل الدبالي وفايز الشهراني، ايش تقول يا سالم؟ اقول المبروك ويستاهلون. على ترى فيصل الدبالين مطفي الفرن حقنا وحنا قاعد الحين بندخل طبقنا في جسمه. طيب يعني انا ادخل في اي سالفه واوقفها. عمده بس ما علموك هالك على الكلام. ما عليك مني. اقلب. انا عمده اللي يحق عليه ما يحق لغيري. عمده ثلاث ايام. لا واني من شهر مارس قدر تكشف لك المستور. اجلس اجلس اجلس، تخسى في وجه العدو، تخسى. اجلس اجلس جالس جالس. والده اخوي رعد البتال تعبانه شوي، فانا اعلن تبرعي عنها في وقف اليتيم، واسال الله عز وجل ان يشفيها وان لا يريها اعدك حياتي يا الظلام بفتق من نور الصحاء كف الشماتة كم نقول الشمس عنك وين. سلامات. هذا ملخص اليوم وابرز ما دار في اليوم الكاريزماوي 65. انا ابغى تركي سبيعي في الكونفشن روم، وقبل نتناقش مع تركي كيف شفت اليوم الكاريزماوي فهد؟ اليوم شربي متطور صراحه. ابشر بي يعني اعتقد انه اصبح على درايه انه بيركب الباص اللي ركبه اللي ركب مسفر فيه، وانه ازفت الازفه سيقرب اقترب رحيل بشربي. المطبخ اليوم كان مع الديميري للامانه فيه متعه، فيه تميز بغض النظر عن الهبد اللانهائي في الدرجات، شكاوى الشيفز اللي لا تنتهي مع حق ظلم المتسابقين، فعاليات كذلك سجن مع عون وسلطان البريك بعيد عن الهواشة والسياحة المزعج سالم الجديع كانت ممتعة. بس فيها كثير من الدق. هذا سلطان البريك. لا مو بسلطان، هم يدقون سلطان ويخلون سلطان يطير في العج. اي بس يا اخي هل هي مشكلتي اذا زرك قريب ادنى من ضغطك؟ كل واحد يضغطك، اي مشكلتي؟ انت انسان سهل بس فهد سهل الاستفزاز، سهل الارضاء. ترى الواحد ما يكون سهل. طيب لا تصبح سهلا. لا لا لا، انا سهل لك انت. لا وانت سهل لي، انا اقدر ارفع ضغطك الان. لا انا مو كل اللي يرفع ضغطك، انا انت ترفع ضغطك. ليش؟ لاني احبك. لا مو بعيد عن تحب، انا اعرف. تعرف؟ لا اعرف نقاط ضعفك. بس ترى تدري ايش الجريمه؟ انت قريب مني مصيبه اذا ما عرفت نقاط ضعفي، وانا امشي معك سنتين كلي. المصيبه فين؟ ان حتى اي واحد اقابله امس يعرف نقاط ضعفي بكره، هذه الكارثه. لا سلطه بخوياه ذولي فهد. يا رجل صل عني بي، ما هم كلهم خويا. يعني هو يقول ما هم كلهم خويا. سالم بجديع يقولها انت مستعطف. يضغطه فيصل الدبالي، ويضغطه ابراهيم عواد، ويضغطه مناحي، يضغطه سالم جديع، يضغطه سعود علوش، ويضغطه ايش يضغطونه الرادر، ويضغطه ناصر، ويضغطه الجميلي، ويضغطه ابو ويفرح الجمهور. ويفرح الجمهور. صراحه هذا سهل ده يا ابو عبد الله. طيب ما هم مقياس. طيب معنا تركي في الكومنتس روم. تركي حياك. يا مرحبا ومسهلا. الله صقر شايل صقر. الله يطول عمرك يا ابو عبد الله. انا قلتها لك خلف الكواليس واقولها لك الان، ما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك. تركي قاعد تثبت مو بعاجبك. دقيقة تركي. من اللي ماني بعجب من؟ دقيقة تركي، أنا بشخصنها مع فهد لأن أنا يلا. لا دقيقة، إيش اللي رح؟ مو بعاجبك؟ طيب لا صقر شايل صقر، وفعلا تركي يزهاك المكان. الله يطول عمرك. تزهاك العمادة. أنا متفائل جدا بعمادة هذا الأسبوع صراحة. أول مرة أتحمس لعمادة. أنا أقول بإذن اللي ما تنام عينه بتشوف أشياء جدا جميلة، أشياء ما تعجبني بسويها. أشياء ما تعجبك بتسويها؟ لا اللي ما اللي ما تعجبني ما راح اسويها. الله يعني مثلا اقفل المسرح. يا اخي سبحان الله، تجي تطالع فيني تقول ما يعجبك. شفت
أجاب عن نفسه. لا لا دقيقة أعطيك. لا لا دقيقة أعطيك مثال فهد. شوف أنا بعطيك شيء دقيقة. هذا والله هذا لا أثبت لك كلام صح. أنا من الأشياء اللي ما تعجبني مثلاً إني مثلاً يا فهد أنا اليوم عندي سلطة ما يعجبني إني مثلاً أشيل عقالك وشماغك وأقول اطلع بدون ما تعجبني لأني أحبك بس بسويها عشان الشو يحتاج. تدري وش أبو عبد الله؟ يعني أنا بسوي أشياء ممكن زعل خوياي. يا سيف ما فهمت. يا عبد الله العتيبي ركز تفهم. اسمع 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 ابو عبد الله ايش مشكله تفهم والله لا اشرح له. اسمع اسمع هذا 14 سنه وانا ادرس طلعت بالاخير ما اعرف والله لا اشرح لك والله انت وانت تسمع بعد اسمع اسمع يا مشاهد اسمع والله انت تسمعوني اسمع قلبي اسمع قلبي لبي حلف يعني الساحه ما عجبتني مثلا ما عجبتني الساحه بقفلها انا حالف دقيقه فهد يعني في تصرف انا ما ودي اسويه بسويه لاني ابغى اصنع منه حدث فهمت اترك تضغط تدري يا فهد بسويه تدري هذه حركه تضغط صح في واحد يسويها معي دائما يعني اذا جيت تناقش معي قال من هو ذا احد الله يستر عليه ان شاء الله نبعيد عن تفضل تركي يعني مثلا يا ابو عبد الله مثلا يعني الساحه ما عجبتني بقفلها يا سلام ما عجبتني برافو ابغى الشباب يتكون في الساحه يتكون في المزروع صحيح نعم اشياء يعني بسوي اشياء كذا من راسي اقدح يا تركي نعم احنا معك داعمين لك الله يطول عمرك الرادار تحت امرك في اي وقت انتم اخواني الله يرحمكم الوحيد اللي ندعم اليوم في العماده انت تركي لان متفائلين بقوتك وسطوتك بإذن على الله. المتسابقين إن شاء الله. مارس صلاحياتك كامله واشتغل اشتغل نبي حياه يا ابشر بالسعد تدري وش يا انا ناوي احرك الكاركتر يا والله حياة. والله يا هذا ال 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 المثل امامنا اي واحد تقصد الصقر الاول ولا الصقر الثاني لا نتكلم عن الصقر الحقيقي الصقر الحقيقي يا سلام انه سيصبح هذا الصقر الحقيقي ضحيه ومثالا يحتذى به وشاهد عيان للمثال الذي يقول اللي ما يعرف الصقر يشوي هذا اللي كنت تقولها ما تقولها لي انا نفداك والله اقولها لك قد عمي يا رجال من مهديك الصقر تركي من مهديك هذا طول الاعمار جاني من نواف بن عبد الرحمن المخلفي تستاهل الطيب ولا يستغرب العطاء من رعى العطاء الله يبيض وجهه ابو عبد الرحمن اللي يهينه تستاهل الطيب تستاهل والله يا تركي تستاهل الطيب اتمنى عماده مختلفه باذن الله ان شاء الله عيش الحياه احيي القريه القريه ترى فيها كروكوت تراهن ان يفشل اراهنك اراهنك والله العظيم يا فهد انت شوف يا فهد العماده دي حطيتها في راسي وبتشوف اشياء اخليك انت اللي تشكرني يا فهد معين ناس ما شكرتني بالحصانه دي تركي قبل نشيلك يعني انا ابغى الرهان على قدام المشاهدين لان هذا رهان ناجح تركي سبيعي وانا اعيها جيدا رهان ناجح لمن يراهن عليه ايش تراهن عليه انا مقيم المقيم الجمهور مش عادل نتفق انا ما اتفق مع الجمهور مو بعادل طيب انت على الغامض لا انت انا اثق فيك انك تقول كلمه الحق اي لانك انا ما اثق فيك انت لا العاطفه بتاخذني شوي اي تاخذك العاطفه العاطفه تاخذني شوي طيب تركي لا على الغامض على الغامض من مطعم تشوفه ودك تدخله وتردك الدراهم بيض الله وجهك خلاص والله اعرف واحد قد خبرت انت فيه اللي في اي خلاص لا لا والله ما لزك على ابدي لا لا قلت تدري فين من باعشر ودون راح توكل على الله إيه تركي تكوي تركي ابشر بسعد تكوي تركي ابشر والله بالسعد يا رب والله ان شاء الله شوف في عماتي طول عماتي هذه لا احد منكم لا اخلي الشباب يسوون لياقه لا اخلي عبد الله العتيبي ينحف اسمع والمستجير بعمري ايوه عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار والله ما تنقذ نفسك والله يا اخي انك الله يرفع مابك الله ينفع بك بس تركي انت الوحيد اتوقع اللي مسكت العماده الكل راضي عنك ولا شفت في عيون احد ما وده لا لا الحمد لله كلهم راضين الشباب اي تدري ليه بيحركون على كيف من بيحركونه والله انا راس يا رجال بس انت من سالم جدع يا رجال انا من طيب ليش سؤال فهد ليش ما اخترت سالم جدع والشباب اللي كانوا معك بدايه البرنامج معاونين ما بعد اخترت اصلا مستشارين واذا تبين اصرح من الحين صرح اي صرح لنا من اخترت المستشار الاول اخوي الغالي محمد الودعاني والثاني مناحي علمتنا خبر اصبر علمتنا امس وقلت انا سالتك نفس السؤال اللي سالك اياه سعود وقلت هذولا سالم الجديع وسعود علوش نايف المطيري قروب الاشبال انا ما عاد ابيهم وفكرهم من اول وانا اكتشفت انكم صادقين الرجال يظهر بذراعه وذولا ما يردوني الماء قلت انا اصلا وكان نعم. موجود مناحي وكان موجود سعود وكان موجود نعم. سلمان نعم قلتها الرجال يطلع بيمناه
ما يجي تحت احد. وذولا ما يردون كلمه صح؟ لا مو لا انا رجال بطلع من هناي، ماني بجي تحت ظل احد ولا احد يجي تحت ظلي، كل واحد يثبت نفسه في البرنامج. البرنامج ذا منافسه، مو احد يجامل احد. هذه الصراحه اللي نحتاجها، كل واحد يدخل كومنت روم يحطوا عليه يده صقر عشان يحس انه قوي ويتكلم بالحقيقه. تركي انت قوي جدا، الله يطول واحنا داعمين لك، وانتبه من حرب الاشبال لان بيتم محاربه الاشبال اخواني، وكل واحد منهم يثبت نفسه. انا تبريري شخصيتي، انا اتكلم عن نفسي. هل انت شبل؟ شبل من ذاك الاسد، ابوي الاسد. انا شبل. اطلق شبل دخل معنا بالكومنت. الله يطول عمرك. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. ابغى الاستاذ وصديق الفقره المميز جدا استاذ سلطان ال بريك يشرفنا بالكومنت روم. وعزيزي المشاهد اغلى او قصر الصوت شوي، مو بيدي والله، بحاول قدر الامكان، لكن هي كذا الدنيا. قصر الصوت والله يعينك، حبتين بنادول وندخل في النقاش. فهد خروج محمد مسفر من القريه، صار كل يوم محمد مسفر طالع في مقطع. لا ما في مقطع. وقف، لا تعلق، اسكت. ليش لا تعلق؟ اسكت. طيب مساله التصوير ابو عبد الله، الله يخليك، امس تناقشنا وقبل امس تناقشنا، كل يوم تناقشنا خلاص. لا امس طلع محمد مسفر، امس تناقشنا وطلع. اي انت خلاص تفت حلوقنا والله، خلاص يعني خلاص، ما ايش عاد ايش ايش نسوي؟ ايش اصيح ابكي اشق هدومي؟ ما ايش اسوي؟ خلاص يلا اخي يا اخي. طيب عدم المبالاه، طيب هذا بالمناسبه هذا مايك عبد الواحد، هذا مايك حق عبد الواحد رقم 11. عبد الواحد من قبل شاعر القمه وهو ساحب راح رقد، نفس الوضع يعني البرود اللي يعيش المتسابقين، وكأن البرنامج يعني ما يعيش وهج، وكأن البرنامج مش جايز 8 مليون. فهد حدثني عن الشغف المفقود عند بعض المتسابقين، هل هو حس انه خلاص الناس طالت المسألة؟ هل الجوالات أثرت؟ هل ايش ايش التأثير؟ انعدام همة وانعدام عزيمة، وأعتقد أن لا يوجد لدى هؤلاء المتسابقين عزيمة إلا شخص واحد استثني من هذه المسألة. من هو؟ عبد الله الحربي. سلطان البريك؟ السلطان البريك بس مزعج يا اخي، مزعج. لا انصف، مزعج يا شيخ، انصف يا فهد. سلطان البريك، اما الباقيين فوالله انهم ضاربين يعني بالانظمه عرض الحائط، والله اني الوم الاداره، والله اني الوم الاداره، والله العظيم انه يعني اعتقد امس اني تكلمت حتى خلاص. طيب يعني خلاص ما عاد بضيف شيء يا ابو عبد الله، ما عليش بقول خلاص، المشكله لله. معنا في الكونفش الروم الاستاذ سلطان البريك، حياك الله سلطان. هلا فلا حي، مرحبا ترحيب المطر. هلا شوف فهد، شوف من اول حسبي الله على التصاميم، حسبي الله التصاميم. ليه قاموا يصممون لي؟ انت كاشخ، ليش كاشخ ومسكر الغلوقه والشخصيه؟ يقول رحت دق عفريته. اي وعفريته واليدين. اي نبغى سلطان. ليه كاشخ؟ ليه كاشخ؟ لان الفقره مشاهده، ذكي صار يعرف. شي زين بالزوج ما يقدر. اسكت اسكت. اسلم تفضل اخوي. والله سلطان جمالك ما اقدر اتكلم. والله ملك الحين تحلق اللحيه وخلي شنب. لا تحليقه اللحيه وراها ذبه، فهو حب يبعدها عنه. ما ابي اقولها يعني. انا شو تقول لي؟ قالوا الذبه ذيك يا سلطان. الله يسامحهم. الله يسامحهم. يا اخي هذا اللي تعلم. والله انه يسب في صدره. مشاهدنا الكريم اذا تبي تعرف احد يسب في صدره، سلطان البريك قدامك. طيب في البدايه يا سلطان، اول شيء اتمنى ان تجلس على نفس هذا الفيديو. لا إيه لا لا انا بقول كلمة، ابشر والله فهد، انا بقول كلمه حق والله العظيم، ما عاد انفع خلاص سلطان. ان شاء الله. طيب هي 5 دقائق ونشوف. سلطان اول شيء بيض الله وجهك. وجهك يعني بيض الله وجهك، بياض الشحم، بيض الله وجهك. كلمه حق اقولها اليوم، انا كنت حاضر شعر القمه، شخصين يستحقون الشكر صراحه. هذا سلطان البريك مسوي الدله، قهوي اللجنه، قهوي الضيوف، وشعله نشاط في المكان. والله لا يدور كاميرات، وكل ما راحت الكاميرا للميكس زون يدخل يقهويهم. سلطان عز الله انك تجمل، وانا يعجبني الحي، دائما يقول الحي يحييك. سلطان والله العظيم ان اللي سويته اليوم ينومس. يعني ما يا اخي كانك في محلك فعلا اليوم، شعرت انك كذلك
عبد الإله المري. شكرا عبد الإله. الإنسانية اللي كان يمارسها اليوم عبد الإله بمعاونته الشعراء اللي جايين اليوم، الإخوان اللي عندهم صعوبة في المشي أو الاحتياجات الخاصة، كان عبد الإله معهم وكأنه أخوهم أو قريبهم أو ولد عم، مع أن واحد مطيري واحد والله ما أدري وش الثاني شاعر كان حاضر على عربية. فشكرا يا عبد الإله، شكرا سلطان. في مقطع أنا صورته سلطان البريك، مهنيا أنا ما نزلته في سنابي لأني كنت أقدر أنزل في السناب وصور متابع. لا، لكن مهنيا جيبه في الفقرة، شوفوا سلطان آل بريك خلف الكواليس كيف يقهوي الضيوف. شكرا سلطان، أعطونا المقطع. كيف تعرف ان تصويري ما مسحت الكاميرا؟ والله تفضل. والله والله موقف مشرف. شكرا استاذ سلطان، الله يبارك فيك ويوفقك ويخليك العين ترجيك. للامانه اللي سويته انه ضرب من ضروب المرايل المعروفه اللي تحسب لك، ولا نفضلك على زملائك. والله ييسر امرك ويعافيك. ننتقل لمحور الهواش. ابو عبد الاله قد قال ويقولها دايم، وهذا اللي يخليني دايم ابادر في القهوة وفي الترحيب وفي العود الأزرق لكم والضيوف والإخواني، إنه يقول إذا جاونا بيجونا ضيوف قال إنهم في ضيافة متسابقين كاريزما. هذا اللي خليني والله بادر إني ما عدهم إلا في محلي. يلا أنت بدل يقول الله يا الأدب والشخصية والجمال. بالله ورنا الحلاق، بالله نبغى عرض حلاق الآن منك يا أبو ذقن. لف يمين شوي، ما يقدر فيه. الله يسار، ما شاء الله. طبيعي يا سلطان ولا هذا طبيعي ولا صناعي؟ لا كلها. والله ما ادري ايش. طيب طيب عندي سؤال يا اخي، عندي سؤال. تفضل. من يبحث عن التعاطف، انت ولا سالم الجديد؟ ما يغركم شيء. ولا فيصل الدبالين؟ ولا فيصل الدبالين؟ ما يغركم شيء، تعرفون كلش. لا انا اسالك، في واحد اليوم اتهم كانك تبحث عن التعاطف، هل هو صحيح؟ الله يسامح. الله يسامح. طيب عندي سؤال اخر. لبيك. انت قبل فتره سوى معك مناحي فيصل الدبالين حركه في البيبسي، وقلت لهم كلمه انت تعرفها صح؟ في البيبس. اي يوم حط الشاي في البيبسي. مو فيصل مناحي، هو يا ناصر. اي ايش قلت لهم؟ ايش قلت؟ اسالك انا. والله ما ادري. ايش قلت لهم؟ ما انتوا ايش؟ والله اني ناسي. كان الله يقلع. نزل لهم ذيك المعهوده. ايه طلعهم برا القائمه. ايه طلعهم برا القائمه. قال ما انتوا عرفت سلطان. ليش لسانك دائما طويل؟ لساني ما هو طويل. الا لساني طويل على شيء ما تدرون به، ولا اقدر اسويه ولا اقدر اقوله في الهواء، فهم يرفعون ضغطي، يرفعون ضغطي وانتوا دارين. والمشكله ما ودي اتكلم بس على يرفعون فاصل. اصبر اصبر اصبر. ليش انت سهل اي واحد يجي يضغطك على خشمي؟ والله ما عاد يا اخي الرجال تغدي مثل الجبال يا اخي. ابشر بس يا اخي، ترى تعبنا فيك على خشمي والله العظيم. أبشر يعني بقى. كل يوم طالع بمشكله يا رجال. وين نسيت. ابشر يا اخوي والله العظيم يا صاحبي. كل يوم طالع بمشكله، كل يوم طالع بمشكله على واحد. ترى طيب. ترى الطف انت الان اصبحت ممل، وترى فعلا انت جالس ممل. والله انت واعلم كيش انت والله انا داري. اسمع اسمع، ترى الحركه اللي سويتها اليوم بالقهوه عشان يصورونه ما يبن الله. وين سمعت؟ لو انا عشان تصوير كان لا اجيب علومك. والله لا اجيب علومك واطلعك على حاجه. ولد 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 يوم انت تقهوى الشيبان يا سلطان. والله اني اشوف الكاميرا وين هي رايحه للشاعر، واجي صب القهوه بدون كاميرا يا سلطان. والله ملك الحمد ما طلعت انا في الشاشه. اتهمت سالم الجديع بالتعاطف وانت فعلا تدور تعاطف. اعطيك دليل. اصب القهوه تقول تعاطف. اعطيك دليل. نظيفان. انا بعطيك دليل. يوم تنزفرني والله ما تنزفر لو تموت خلاص. والله ايش؟ ما تنزفر ابد. والله اني على تبدك خلاص ما عاد يكفي. والله ما ايش هذا التصنع ذا. ما لا سلطان لا تصنع. سلطان يا ليل ابو لمبه تصنع خلاص. سلطان سلطان لا تصنع. سلطان سلطان ترى كلنا نعرف. لا لا بس فهد فهد دقيقه. لا المحور انا جايبه. والله العظيم الرجال ما مو بتعاطف ولا تصنع. بيض الله وجهك يا حبيبي. لا يا الله والله عمرك تسمع. بعطيك دليل. انا ليش قلت تصنع؟ يمكن يقنعني. بقنعك الان. انت تقهوي الشيبان صح؟ نعم. بيض الله وجهك. هل تتوقع اني قهوه يوم بلاش؟
اي بلاش. لا والله مقابل 50 ما ادري 1000 نقطه يعطيها اياها بشد. بيض الله وجيههم. شفت؟ ايش دخل بشد؟ بيض الله وجيههم، يومي عندهم وغيري مو عندهم. لا ما تر ما تر طيب. انا جاي هنا متسابق يا فهد، ان جاني منهم شيء بيض الله وجيههم. لكن والله ما اصدق. ممتاز بيض الله وجهك، يعني انت ما تسوي القهوه عشان تبي تسوي شيء. انا جاي هنا متسابق حلو. انت جاي تتصنع. بس يا اخي خدمهم التصنع. اعلمك شيء. تصنع بكيفك. في ناس يحضرون. تصنع ناس يحضرون ما هم يسوون اللي تسوي شيء. يا اخي لا تكثر الكلام بالله. اسمع اللهم لك الحمد. اسمع اللهم لك لا تكثر الكلام. ترفع ضغطي والله مع الان يا سيدي الفاضل تصنع. انا اقول لك تصنع. انا متصنع زي ما تبي بس لا تطول لسانك على اخوك. خلاص يا فهد فيصل الدبالي ما يستاهل يا اخي. ابن احمد الرجباني ما يستاهل وانت تطول لسانك. تبي ترفع ضغطي ما عاد ما برفع ضغطك. انا اعلمك حقيقه يا اخي. ما هو بشغلتي اذا انت اي واحد يجي صقعك على راسك. خلاص لو ينجخني بفاس ما عاد اضيط. والله ودي نفتك. ابشر بس تبي تفتك. خلاص يا فهد معيان. خلاص سلطان لبيه. لا دقيقه بس انت انا خبرك سلطان شديد في التحديات ولا تخسر. سلطان قوي انا اعرفه في التحديات. سلطان قوي شخصيه. والله ليش سلطان صار يخسر بسهوله؟ والله سلطان يا اخوك تشوف حتى المخرجين يرفعون ضغطي. ايش دخل المخرج؟ شوف اليوم نقول طلع طبختنا ويطلع وجهي. طيب ليه ترفع ضغطي يا عبد؟ طلع طبختي. طيب انت ليش سلطان ليش تدقق في امور بسيطه؟ قاعد تعطي انطباع سيء. عجل طيب على علي سلطان يا اخوي. شوف نتكلم بعيد عن الطقطقه، خلينا نتكلم جد. تكلم جد صح؟ سلطان نسيت انتم ما تبون احد يتكلم في الاعداد والمخرجين، اسف. لا تكلم عادي خذ راحتك اكثر. لا شوف اذا في شيء يستحق النقد ننتقد، لكن اليوم انت حديت فيصل الدبالين زين؟ خلينا نشوف التحدي اللي بينك وبين فيصل. اعطونا مقطع اثنين يا جماعه الخير نشوف التحدي وش رد فيصل الدبالين على سلطان. جاهز المقطع دقائق. حال فما شوف نفسك يا حبيبي على تلع الرقام مثل ما قد شفت نفسي على المستشعرين. حال فما استعطف الناس ولا طق باب لو خلاف الباب هذا عشير الغانمي يا رجال. ولعت هذا السعد تقول جمهور. ولعت شكرا يا جمهور. ولعت عشان ايش بالله يا جماعه؟ ايش قلت؟ ليش تبعونا يا جماعه؟ في ربيز علمونكم ترجعون. لا سؤال سلطان ليش طفوا الفرن حقك؟ اخو كني ما ادري من طفاه. فيصل ليش طفاه فيصل؟ والله ما ادري. بعلمك انا ليش. واضح يقول ما ادري انا بعلمك ليش. لو انه ما شف لو يقول ما ادري ليش ما سكت. هو يقول ما ادري ما ادري انا بعلمك ليش. انت تقول ما ادري. خلني بعلم اتكلم. يقول لو مو فيصل. لو مو فيصل ايش يا حبيبي؟ انت قلت فيصل. خلني اتكلم. طيب فيصل ولا مو فيصل؟ خلي بجاوب انا. جاوبني هل هو فيصل ولا مو فيصل؟ فهد معيان اللي سالني سعود. جاوبني هل هو فيصل ولا مو فيصل؟ يا اخوي انت داري انه فيصل ولا مو فيصل؟ نعم فيصل. ممتاز يا ابو عبد الله. تدري ليه فيصل؟ ايه فيصل دخل وشغل الفرن تبعهم والفرن تبع الفريق الثاني. قام هذا الماثل امامك اللي لسانه الله يجزاه خير متبرين منه. يا رجال انت متبري تمنك العافيه وكل شيء ودائما ترفع الضغط ويا اخوي ترك تجلط يا فهد معيان. يا فهد معيان انت ما تبي تجلط. ممكن تسكت فهد معيان؟ خلك لطيف يا فهد. خلني اكمل كلامي بعدين. خلك لطيف. دقيقه سلطان اين اللطف اليوم مع الشيف وانت تتكلم وتهاجمها؟ اين اللطف حقك يا سلطان اللي تنصح به فهد معيان طول الايام اللي راحت؟ اين اللطف اللي الان تدعي به غيرك وطالب غيرك من اسلوبك يا سلطان؟ طيب انا جرحت الشيف يا سلطان. يعني انا جرحت الشيف سلطان؟ مو الشيف بس يا اخي انت مخلته احد ما جرحته. مخلته انا أحد. اسف يا شيف والله اني اعتذر لك يا رجال. والله العظيم اني اعتذر لك يا رجال. الناس انا يا رجال الناس ما تبيع. ما ينسينا الخطا حب الخشوب. ما ينسيك الخطا. انا وش قلت؟ لا سعود لا تخسر تجي تبيع مره يا سلطان. اعطيك تبرير يا سلطان. خل فهد يكمل يا سلطان واجيك. خل فهد يكمل. اسمع قام فيصل الدبالي عادي يشغل فرنه فرن الفريق الثاني. انا اللي مشغله يا اخي. ممكن تسمع وقلت يا فهد اسمع بس اصبر اصبر وقف. الرجال سال قبل شوي قلت ما ادري. خليني اكمل. كيف تقول ما ادري بعدين ترجع تكذب انت؟ ما ادري على وش. خلاص اسكت انا بعلمك ادري عليك. يلا اصبر خلني اتكلم بعدين بقى اسكت انا وتكلم انت. يلا تفضل. شغل فيصل الدبالين الفرن. حلوين؟ حلو. قام هذا قال تحدي وما تحدي وانا بفوز انا طباخ وانا وهو طباخ الزمن. ثلاث مرات يدخل السجن. حلو ويقول لي ولا مره دخلت السجن. دخل 37 56 65 ايه ايه. قام فيصل الدبالين طفى فرنهم لان انا اللي شغلته بطفي. يلا شغل فرنك. قام هذا وسعد
ما انا ها وما فيكم خير، وقام يتكلم على اخوياه ويتكلم على انك بعتني ويتكلم على سالم الجديد يا ضعيفه، وجرح الشيف وجرح المخرج. يا رجال لسانك انت ركزت في اصبر خلصت انت الحين فهد معيان؟ اي تفضل. اول شيء اني انا جيت انا اشغله، قلت يا فيصل الله بيطول عليه. شغله لك ولا مشغله؟ يا خليني مشغله. تو تقول ما هو شغله. دقيقه خليني اكمل يا اخوي. ها سعود انت سالني يا اخي جاوب على فهد وكمل يا سلطان. لا فهد لا تقطعني الله يرحمه. يلا كمل كمل عليك يا سعود بسرعه بسرعه عشان اعرف مو على كيف. حطوا فهد حطوا فهد كمل يا سلطان يلا يلا كمل. المهم واجي يطول العمر ويجيك الرجال يطول العمر، عقب ما شغلناه ورحت يطول العمر جاك الرجال يطول العمر طفه مضبوط يوم طفاه يطول العمر قال من اللي انت مطفيه؟ يقولها الاستاذ عبد الله. قال نعم. قال ليه؟ قال الحرب خدها مضبوط. انا والله ضجت يا ولد، انتهى الوقت وانه كان نحط عيشتنا. انت سالفتك غير صحيح يا اخي، انا قايلها في الهواء. سالفتك غير صحيح. اسمع سالفتك غير صحيح. اتعلمني بعدين انا خذها ريج مبي. طيب خلاص لا تعلمني ولا اللي حصل موجود في البث يا اخوي. راجل يا اخي مو صحيح. فهد انت اخطيت اخطيت على الدبالي واخطيت على باضه واخطيت على الشيف واخطيت على سالم الجديد. يا اخي بتعتذر من دولة ولا لا؟ خليني اتكمل. تعتذر ولا لا؟ خليني اكمل. اعتذر من اللي اخطيت عليهم لو سمحت يا اخي. لا اصل على النبي يا اخي اعتذر. اعتذر من وش؟ على الرجال اللي اخطيت عليهم. انا اذا ضايقت انا الشيف اعتذر منها غير وباضه بعلمك. دقيقه خليني اكمل. انا ما ابغى، انا ما عاد ابغى. اي والله ما تبيني. بعدين اسمع اطلع معنا ما ابغاك مع السلام. اي والله اي غصتك انا والله العظيم اخليك ما لا اي لاني يا فهد فهد معيان انا شفتك هذا انت هذا انت طال لسانك طال لسانك طلعتك على حقيقه كلام طال لسانك اي طول لسانك يلا 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 اقطع علي ايوه يلا يلا يا فهد معيان ما يسكت ولا يخليه يسكت ويقول طلعوا ضيب صوتك طال لسانك اي لجلج لجلج طال لسانك خلاص يا رجال توكل على الله. انا يا رجال انا ما بكلم هذا. شكرا سلطان كل عافيه. فهد اليوم صار حدث لمحمد الودعاني مع فريق الإعداد. احنا نحتاج مداخلة من الأستاذ عبدالله الراجح ليبين ماذا حدث مع محمد الودعاني اليوم ولماذا تم سحب المايك، لأن محمد اليوم طلع على غير العادة. يعني اليوم غريبة محمد حضر فقرات، لاحظت محمد اليوم صار يحضر لأنه بدون مايك قح والله لأنه يعاد بس والله العظيم والله العظيم اقسم بالله في متسابق في احد النسخ انه تكى في الغرف ثلاث ايام ما قدر يطلع هو، لانه يدري ان طلع ان فيه عقوبه صح يعني عقوبه قانونيه عقوبه في البرنامج انضبط طلوعه تحدي للاداره طلوعه تجاوز على الاداره طلوعه تجاوز على عبد الله الراجح. يا اخي احنا ننتقد طيب. عبد الله الراجح عبد الله الراجح كبير يا اخي كبير عمر كبير خبره كبير قدر يا اخي ما بيجي ما انا انت يا محمد ودعاني تبلك عبد الله الراجح. طيب انا اعرف السالفه كامله ودي نسمعها من عبد الله. اتمنى يعطوني مداخله لعبد الله. عبد الله جاهز استاذ عبد الله الراجح؟ اذا جهز بلغوني يا شباب. طيب اعطونا استاذ عبد الله اول ما يجهز. طبعا تكلمنا عن موقف سلطان البريك اليوم، يعني في دق كثير قاعد يصير بسلطان. كويس اذا هو بياخذ هذه الشخصيه ان شاء الله انه بينجح سلطان صح؟ الشخصيه الجديده اليوم لا لا لا, لا ما يقدر ما اقدر افكم شروط على خفيف يعني. يا اخي خمس دقائق وين كنا وين صرنا يا فهد؟ يا اخي خمس دقائق الان اليوم بكره ترقب لك كل جديد. خمس دقائق الان ان ايش بغيت اقول؟ خمس دقائق ثاني الموضوع تاخذ على الراجح تاخذ موضوع لك سلطان عجبك؟ تاخذ لك سلطان عجبك؟ اي والله عجبني. طيب عبد الواحد اليوم اللي تكلمنا عن اختفائه، طبعا عبد الواحد من بعد زياره اهله فهد لم يعد عبد الواحد السابق. ما في اي وجود، مقطع واحد في اليوم، مقطعين بالكثير. مدري ليه؟ برود تام تام تام. ليه؟ ما هو السبب؟ يا اخي ايش السبب اللي يخلي يا اخي ما يشوفون علي الغامدي مثال يحتذى له من عام 1356 وهو في هجريه وهو في برامج الواقع يلجلج كل فقره ما انقطع صوته ما شاء الله تبارك الله العظيم، ما نزل من مستواه، ما خلى قناه، حتى في الطعوس راح قدم فقرات، حتى في الرمال سوى، في البرد، في الصيف، في الحر، في الخريف، في الربيع، شغال، شغال ك ك ك ك يعني يشبه الماكينه الالمانيه التي لا تنتهي، عجيب هذا علي الغامدي. ما مل؟ اعطوه مثال. رجل ناجح. ناجح. بالاخير ناجح. ناجح، رجل يسعى على نفسه. هذا من غير التمثيليات من غير مسرحيات ما خلى شعب ما خلى قناة ما خلى ديرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما انقطع عن سمه والله العظيم يا أخوان يا أخوان تراها شهر
يقول لا باقي 25 يوم يا اخي. يقول الشاعر اما بروز اما ظهور يبرز الرجال من بين الرجال ولا غيابي يستر عيوبه ويحشم لابته. هل عبد الواحد غياب هذا اللي يستر نفسه؟ غياب المفروض هذا مو غياب، هذه انهزاميه وتقهقر وضعف. كم شخص يشعر بالانهزاميه في البرنامج اليوم؟ ناصر البريك اللي طلع قبل فقرة يطالب بأنكم ما تطلعوا مقاطعي يا أخي. مو غريب ما أنا طيب مبغى. خلني بس أسؤال الآن، سؤالك فهد، إيش المقطع أو الموقف اللي صار لناصر آل برايك خلال الأسبوعين الماضية تذكر؟ ما هو وقف هو ليس مبغى إيش بجيبك أجيك أدنت لا لا سمع. يقول أنا أدنت الآن هو يقول ما يهمني الكلام صح، ولا يهمني مديح ولا يهمني، وزعلان عشان ما مدحنا. فالتناقض هذا كيف أعالجه أنا؟ إذا كان ما يهمك ليش طلعت تكلمت؟ لأن شاف فريق دعمه يتكلم اليوم، جاء أحد في الجمهور يعني أعطاه الجوال. يعني أنت هو جاء يعني حركت يعني أنت حرك حسابات تويتر. إيه جاء هنا. أنا لا أرد على حسابات تويتر. بس. لا سؤال ناصر آل برايك إيش الموقف اللي خلاه؟ صفر على الشمال. ناصر بصفر على الشمال. طيب. حتى وده كنا يودم، لا يودم ولا يمدح. يعني هو يقول امدحوني عشان يأدب. يا رجل راسك زين السالفة. مش شوف. يا حبيبي المتسابق، يا أستاذ المتسابق، الرياليتي أداك فيه أنا ما أمدحك. لانه اداء واجب، هذا الواجب، فاحنا لا نكافئ على الواجب. امدحك على الريالتي احنا فعلا. نكافئ اذا مدحت كان بها، ما مدحت إيه لا الواجب. انا اقول امدحك على الريالتي اذا كان الريالتي حقك فارق. في ناس ظهوره في الريالتي فارق، في ناس جمعت خير. دقيقه، بعض الناس يطلع في اليوم 10 ساعات ولا يستحق ان يذكر منها اي شيء لانه ظهور مجرد مستمع او ظهور باهت. بعض الناس يطلع لك في 10 دقائق يبقى مقطع مليوني يتداوله التاريخ، مثل بيت الشعر، احيانا بيت واحد يغنيك عن قصيده كامله. فانت خل ظهورك محسوب واعرف كيف تظهر. مشكلتكم الى اليوم انتم مو عارفين كيف تظهرون. يا جماعه الخير انا ابغى جلسه استمتع فيها اليوم، احنا 65 والله ابغى جلسه استمتع فيها البرنامج. يا ابو عبد الله، الرياليتي وحضور الفقرات والصلاه والاذان هذه اشياء واجب عليك ايها المتسابق. انا امدحك على الاضافه، امدحك اذا اجتهدت، امدحك اذا سويت حدث. شوف الكوب هذا مثال موجود على الهواء 24 ساعة، هل أمدح أنه موجود؟ لا. أنا أمدح الذي يحر. إذا تحرك هذا الكوف، إذا تحرك سوالي حدث أونكسر. أمدح أونكسر. أمدح، لكنه موجود ما أبغى موجود ما أبغاك موجود. طيب معنا أستاذ عبد الله الراجح، حياك الله أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله معنا. أبو طلال، يا جماعة أبو طلال يسمعني؟ طيب أستاذ عبد الله الراجح تسمعني الآن، تحدث. طيب يا هلا وسهلا أبو طلال، حياك. حياكم الله يا شباب. يا مرحبا بك أبو طلال. أبو طلال، غياب محمد الودعاني اليوم على البث وسحب المايك، ما هي القصة باختصار؟ أول شيء حياكم الله، ويعني موضوع صعب فيه أن تجي تبرر موضوع واحد من أبنائك متسابقين، وهذا أصعب شيء أن نسويه. طيب. هو كان فيه زميلنا أبو ماجد مسؤول مع المتسابقين. أبو ماجد مسؤول المتسابقين. إيه متسابقين، جاء يصحي الشباب. طبعاً جاء يصحي الشباب ويضغط عليهم في الصحيان. جت ردة فعل عنيفة من محمد ودعاني. كان ردة فعل عنيفة. هدده بالضرب، صحي أبو طلال، إنه يعني قال وخر لأعطيك لهفك بكف. ايوه انا ما والله اني ما كان ودي اقول الكلمه هذه. ويعني وجاب عمه ب 47 سنه شايب كبو واحد من عياله. طيب مهما كان يعني، وبعدين كم مره محمد ما حد يجي يصحيه يكون متنفس معصب، نقدر الشيء هذا ونتعاضى عن الاشياء ذا. وكثير من الفقرات يجون الشباب يعاتبوننا، وامس كنتوا تعاتبونا ان ليش ما محمد ما يتواجد. هذه الأشياء من أشياء الصعوبات إن نتعامل معهم. أن أنت قاعد تبرر للجمهور يا عبد الله ولا تعطينا القصة؟ ما سمعت حبيبي. أنت قاعد تبرر للجمهور ولا تعطينا القصة؟ أنا أعطيك القصة. لا عطنا القصة الجمهور. أنا حكيت إياها من أمس يعني. شوف كيف التفاعل أمس صار اليوم. المهم موضوع جاء محمد ودعاني، كنت داخل كنترول، جيت فجأة واقف عند باب الكنترول اللي فيه أسرار إحراج وكذا. يا محمد وش تبي هنا؟ قال ما أكلمك. أكلم أحمد دار طيان. يقول ما كلمك أنت مدير الإعداد ومدير إيه؟ الكنترول. إيه قال ما كلمك أكلم. يا حبيبي. أحمد دار طيان. وسكت له أنت يا عبد الله ومشيت. وسالم. أيوة. وكان أخوي سالم.
سالم الغامدي تدحض عبد الله العابي قال هدي على نفسك شويه تكلم وياه قال بدها الفاظ ثانيه قال له كذا ما تخيل محمد ودعاني طالع في الموعد عند باب الكنترول يعني ابو طلال ما يبغى يقول قال له تشب هش هش يقول للمعد يقول هش يقول للمعد ومدير الاعداد واقف ومدير التسويق طبعا العربي اللي كي يحضر عكس الرادار يعني يحضر عكس الرادار الشاي. وابو طلال وابو طلال موجود فلا احترم ابو طلال هذيك قام ابو طلال مسكه من يده قال لو سمحت اطلع برا بس صح ولا لا ابو طلال صحيح وكمية موجوده طبعت الكاميرا اللي حاب يشوفها مستعد نزلها لكم اني مسكتها بيده وطبعتها برا طبع طيب. انك اطلع برا خلاص وصل شكرا عفو حبيبي طيب يعطيك العافيه ابو طلال انا 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 ودي شكرا أنا. بس دقيقه فهد لو سمحت شكرا لاتصالك ابو طلال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا أنت جاي محمد تعتقد أنك في نزهة وعلى كيفي وبمزاجي وبسوي اللي أبغى مش هنا يا محمد أبداً اللي سويته غلط كبير سحبوا المايك منك ما احترمت حتى قرار الإعداد بسحب المايك تدخل هواء عناد وتحضر فقرات ما عمرك سويته نبغى نرتب السالفة لعلها يعني مع السوالف النقطة إيش الفكرة؟ قام أبو ماجد صحة حلو؟ صحة عي ما يصحى طالع في أبو ماجد قال وخر لهفك بكف ممتاز قام أبو ماجد صاح فيه تلاسل هو أبو ماجد طلع أبو ماجد جاء هو يناقش مين يناقش مقطيع عند باب إيش الكنترول اللي خصم فيه 10,000 بدي 4,000 حلو طلع عبد الله الراجح أبو طلال يا محمد لو سمحت هي هذه منطقة محظورة اخرج يا أخي ما يعني صلاح تجي هنا خصم ما ممنوع تخيل أصلاً أكاد تكلم شخص غير مسؤول تخيل أنك صاير تطلب المتسابق يروح من الكنترول وش دخل احمد بطيان ما ادري ما ادري تغير المنصب اي ما ادري الانتقالات الشتويه على بوب الان والله اتكلم عكس قام هو ايش قال يقول مدير الاعداد انت مالك شغل انا اكلم الرجل ثاني رجل في القناه مدير الاعداد ما له شغل اوكي سكت يا ولدي روح يا محمد روح يا محمد افلح يا محمد فكنا شرك قام عبد الله العربي اللي يجي في عكس الرادار يا محمد لو سمحت تطلع هذه منطقة احنا جالسين نشتغل عندنا بشاعر القمة وكذا 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 قال له انت شاب انقلع هش هش انا ما اكلمك طيب محمد يبغى يدخل كونفشن روم انا اعتذر منك استاذ محمد دام استاذ عبد الله الرايد انا اعتذر منك اساسا يعني كيف تدخل كونفشن روم ابدا مايك اي ما هذا هو ابدا والله العظيم ان الاخطاء اللي جالس اسويها محمد الودعاني لا تطاق والله انا صارت ممله والله لا احترم مدير اعداد التجاوز يا ناصر سيصلك يا ابو سلطان التجاوز من محمد الودعاني سيصلك يا اخي متسابق يطرد مدير الاعداد بالكنترول يقول ماك شغل يدخل كنترول مالك شغل يا اخوي يمكننا نسمع ونتخيل ان المتسابق بيدخل كنترول يا اخواني طلبنا باستدعاء استبعاد ننطفينا يا اخواني استبعدوه يا ابو سلطان لا تحضر هذا لا يستحق الحضور استبعده بتغريده والله لا استبعده بكاشه والله لو كان لي من الامر شيء يا امثال هذا لاستبعده بكاشه يا اخي انت في العقد السبب انت السبب في العقد لا فانت السبب والله انت السبب يا الصاطي يا مدري ايش ايه اول أنا مداخله له متسابقين. هو متسابق محمد ودعان انا دقيقه صل عندي إيه انا الصاطي اقول لك احسب انت وي عاقل والله العظيم بيوزنها ما ها فك هذا اولا ظلم وبهتان من سمح لك الدخول لا لا اسمح لي انا بقول الحق للصح صح للخطا مثل الخطا ما حد سمح لك تكلم روح تكلم هذا لا تزبر علي بس لا تزبر صوت محمد بعدين انت عند منين جبت المايك حبيبي انت منين جبت المايك يا حبيبي ممنوع هات المايك اباظه من اباظه على اساس مو مسؤول لا تزبر علي لا سمحت مو مسؤول اقرا لا تقرا لو سمحت اللي يرودون مو مسموح يا محمد يا اخي ما حد يسمع هذا هو يا عزيز اباظه ليش تعطي مايك محمد نزل المايك لو سمحت انت مغير والله العظيم لن يتجرأ محمد الوداني الفقره في دور غير المايك والجمهور هو اليوم يا رجال يا رجال يا رجال مع السلامه انت جمهورك لا حد لابك يا حبيبي لا احترم نفسك واحترم الفقرات اللي تحضر فيها اطلع انا ماني جاي واحد تقدع عليه فهد والتب الثاني يا اخي ايش اسمه صوته المشاهد
في ذا صوت محمد. لا محمد ابغى بعد تعطيه هذا احترم مو منطقي يا اخي. فهد دقيقه محمد انت قاعد تطلع بشكل غلط. محمد انت قاعد تسيء لحضورك في البرنامج تسيء للبرنامج. انت قاعد هذه شخصيه محمد اللي طلع اليوم. انا والله بقول ما هذه ما تمثل محمد صراحه شيء غريب. لا لا ما عليك تمثل لا تمثله لا, لا, لا هذا محمد وهذه خلاقينه. واسمح لي يا ابو عبد الله هذا محمد وهذه خلاقينه ما يجي يزمر علينا هنا والله العظيم. زمرت على نفسه زمرت على نفسه لكن يا اخي ما في حد يضبطه مو منطقي يا اخي. هذا التعزيز السلبي من الجمهور وفلان ويستاهل وترند والضعف والضعف من هذا سوء الجمهور اللي وصلته. الضعف من السلطه العليا يا ابو سلطان. هذا اللي عيناه يوم اعطاك الرجال علبه ولا استبعدته يا اخي مو منطقي. فهد هل تعتقد يستاهل هذا العصبيه؟ ايوه يا اخي. لا 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 ما يستاهل يا هذا برنامج محترم قناه محترمه واحنا على طاوله محترمه ما يجي ارحم اذا هذا يزمر علينا فهد. اطيب منه ما يزمروا علينا. فهد هذا زمرته على نفسه فيد صوته طلع بشكل يوم هذا هو يا جمهوره بس سووا تصاميم نزلوا له. انتم قاعدين تدعمون شوفوا الدعم السلبي للمتسابق هو اللي وصل الى مثل هذه المراحل. متى ما كان الجمهور عقلاني سيوصل نجمه الى عنان السماء. اما مع متسابقك في الصح وفي الغلط سيصدم في اقرب جدار. متسابق اخطا يا فلان ترك مخطي مو لازم تدعمونه اسكتوا مو لازم تكونون ضده. طيب اذا انتم تحبونه لا تعزز له. التعزيز السلبي اللي قاعدين تستخدمونه للمتسابقين هم اللي وصلهم لمثل هذه المراحل. انا اعتب على الجمهور صراحه واعتب على محمد عتب كبير لاني اعرف شخصيه محمد واعرف محمد جيدا. محمد دخوله اليوم خطا فادح. اسلوبه مع ابو ماجد خطأين. اسلوبه مع عبد الله الراجح ثلاثه اخطاء. محمد اليوم مليء بالاخطاء. انا ما كنت اتمنى يوم من الايام اني اشوف محمد بهذه الطريقه صراحه. انت تعتب على الجمهور؟ اعتب على الجمهور يا اخي مو منطقي. لا لا اعتب انا اعتب احنا ما سوينا البرامج ذي الا عشان الجمهور هذه. لا لا اتكلم بامانه مع الجمهور اسمع صدق من امن العقوبه اساء الادب. والله العظيم لو في عقوبه رادعه لامثال هذا انه ما يجلس والله. الا واحد فهد. يدخل اسمعني الله يخليك اصبر انا خليك لي. والله لو كان محمد يعرف ان جمهوره بيوقف ضده بمثل هالحركات ما وقف وقال جمهوره يا اخي انا اعتب لان هم اللي دخلونا في جدار. والله لو كان يعرف ان جمهوره بيجي يا محمد انت غلطان ما يجي يوقف هنا ويتكلم ويقول جمهوري وجمهوري في المكان الغلط وبالطريقه الغلط. والعين الصوت العليا تعبنا. الذي لم يعاقبه انظر ناصر الغامدي طالع يا ابو سلطان ناظر ابو سلطان ناظر ناظر. هذا اللي اعطانا علباه هذا اللي اعطاك علباه وراح. الان تعدى على مدير الاعداد اقتحم فقره تعدى على مسؤول المتسابقين وتعدى على معد ما عاد باقي الا يضرب ناصر. يعني اشطالت وشمخت. انا ما ادرك هذا محمد وهذه خلاقينه. السؤال من اول البرنامج وراء من بدايه البرنامج كنت اعتقد انه بيمشي يا اخي. هذا جرب 90 يوم هذا عنده رشيف عنده سيفي. سؤال فهد هل أباضة عنده صلاحيات يعطيه مايك ولا جاهم قال بدخل كونفرنس روم دفوا له مايك ما يدري ايش السالفه. هل هل هم يتابعون احداث يعرفون ليش منعمل البث ولا ما يدرون؟ اسئله كثيره علامات استفهام كبير يا جماعه. والله شيء والله ما طيب. ابغى فيصل الدبالين ابغى اغسل هذا كله يا اخي. والله الجمهور اللي تابعنا يستاهل ان نختم البث اليوم بطريقه. انا ابي استمتع صراحه. ابغى فيصل الدبالين ابغى استمتع اليوم صراحه. فيصل الدبالين اتمنى اذا كان موجود يدخل معنا كونفرنس روم. يا ليت تشرفنا فيصل في فقره ليستن. وليد قشران وليد انا عندي سؤال. وليد اسمح لي بس قبل وليد هل سنرى ردة فعل وهل سيمر التجاوز على هذه الفقره بسهوله؟ محمد إيه؟ محمد الحدث اللي سواه اليوم هو سبب كافي لاستبعادنا هيك. شوف الجمهور بالعاده فات اداريا اعطيك اعتبار دقيقه. هل سيمر هذا التجاوز على الفقره وعلى الراجح وعلى المعد بهذه كذا بعطيك السالفه يعني سؤال يا ناصر سؤال يا تركي كذا بيجينا مون اعطيك السالفه اعطيك حقيقه ولا تبي ترى انا تجاوزت متعمد. لا ما في تجاوز انا ابغى رده فعل. طيب الصدق بعطيك اياها سجل بورقه وقلم. سالم الغامدي تلفظ على الفقره ايش العقوبه؟ 8000. بسلطان انت محمد الودعاني ما تكلم طلع رحلت ابراهيم مع انه كان وقت المفروض استبعاد. لو استبعدت كل هذه التفاصيل ما صارت. المتسابقين لابد ان يعلم متسابقهم اكيد لهم تقديرهم واحترامهم ما حد يخطي عليهم لهم تقديرهم لكن في الاخير انت متسابق وعندك اليه متسابقه لابد انك تلتزم فيها. عندنا يا طويل العمر السلامه سعود علوش تلفظ
ايش كانت العقوبه؟ ترحيل ابراهيم فقط. اللفظ اللي قاله سعود علوش اقل شيء استبعاد بالاضافه الى الجوال واوا الى اخره. اللفظ اللي قاله امس بعد امس كان عندنا مشكله في الصوت هنا اللي قاله سالم جديع، التمادي اللي قاعد يمارسون المتسابقين دون رادع ودون حسيب، وكان هناك من يعلم المتسابقين طريقه الكلام السيء او الاقتحام السيء ويرون ان هذا ميزه. مش يا اخي مساله هذا سهلة. مش برامجنا الواقعيه ولا وسطنا، في شيء غلط قاعد يصير في هذه النسخه، في شيء غلط قاعد يصير. تفضل فهد. انا والله ايش كنت بتقول؟ والله طفشت. خليك تروق. انا والله طفشت من تبي تروق؟ يعني انا لو اقول كلام هنا والله بزعلكم، والله بزعل الناس. لا تخلي بخاطرك شيء. والله قل لي اللي بخاطرك. والله يا اخواني اذا في احد خايف من المتسابقين ما يقدر يضبطهم يقول انا خايف ونكفي. والله انكفي، والله انكفي. نقطه اخرى خلاص. طيب قلنا لكم وليد قشران في فقره ليستن سكيب قوي جدا لما فعل محمد الودعاني. ما فعل محمد لن يقلل من هذه الفقره ولا هيبتها ولا وجودها، ولن يكمم افواهها، ولن يعيق هذه الفقره في مسيرتها. لا نهتم عوقب محمد ما عوقب، انا ما عاد همني، لان اللي قبل ما هموني عاقبوهم وما عاقبوهم، سنمشي وفق مسيرتنا وسنوضح الحقائق للجميع والباقيين كيف. فيصل بس انتظرني دقيقه، عندنا محور وليد قشران في فقرته ضيع اليه الفقره. وليد هذا لستن رقم 7 8 تنسى فقرتك اليتها، اعطونا المقطع. خلاص انت يلا الخصم عليك. لكن خيارات طيب ما تاخذ خيارات مرحل ولا ياخذ خيارات مقايضة كنا ناخذ خيارات او لا ياخذ خيارات مقايضة ايش تريد؟ طيب الخيارات تفقد نص القيمه 500 تصير 250 يا بلاش ابو ايوب. طيب وليد تاكدين المقطع ترى ما ركزت، انفهد مره زعلان. اقول لك شيء سم. انا 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 ما تبين نكنسل المواضيع. انا سيكون لي رده فعل ان لم يتم اتخاذ اجراء نظامي على هذه الفوضى اللي صارت. قولا واحدا، اذا احد يرضى على نفسه انا مرضى على نفسي. لا انا ما ارضى. ما يدخل من هو يدخل الفقره. والله دخل قبل سعود ما عقبه. يا حبيبي اللي اطيب منه ما سوى الزمره اللي سواها هذه، ينفخ علينا؟ من انت؟ إذا ما اتخذ إجراء سأتخذ إجراء فردي. تفضل. طيب. نسوي سكيب لمحور وليد وخلونا ناخذ فيصل الدبالين نروق. ترى النسخة فيها شيء حلو. بس إنه أعطونا فيصل. أرحب يا فيصل. تحيا وتبقى. يا مرحبا ومسهلا. الله يرحبك ويحييك. في كومة من المشاكل والصياح والإزعاج. نبغى نروق يا فيصل، وش يقول الشاعر؟ الشاعر يقول أبو مساعد ينطبق عليه اللي يقول الجاهل اللي دروبك ما يجنبها. أخو الحرة أنتم تدرون أن أكثر المقدمين أنهم ضده وأنه تمر عليه ضغوطات وكلهم ضده، لا مقدم ولا اثنين ولا ثلاثة، وأنتم تدرون بذا الشيء وانصفتوه. أبو مساعد بلسان أبو مساعد يقول الجاهل اللي دروبك ما يجنبها، أحيان ما تنفع الرحمة على خصمك، دور الكلمة اللي كم أضربها مضرب شرفا على بوابة المصمص. كانك تعزز له يا فيصل. وابو مساعد مثل اللي يقوله من صلبه راسه الطيب وقوه عزومه، لو يحط العود الازرق فوق راسه دخن. الله. ابو مساعد ما عدون الحلق الا اليدين، ان جاء المقدمين لهم ضده، ان جاء الاداره لهم ضده، كل بهم ضده. وفوق ذلك انا اشكر جمهوره اللي البارح هو ماخذ الاول في مشاهدات اليوتيوب، هذا دليل نجاحه. طيب فيصل رغم ان كل التيار كله ضده. فيصل خلينا ناخذها معك نقطه نقطه، دامك جيت سم. الان وكانك محامي عن محمد. انا ماني محامي. إيه لا انت قلت هذا فعله، هذا إيه فعل ابو مساعد فعله يستاهل. يا فيصل سم. عشان نضع النقاط فوق الحروف. نعم. احنا ما نختلف على نجوميه محمد وشخصيته المميزه الرائعه، ولا تختلفون بعد ان إيه؟ ان المقدمين ضده. طيب خلينا ناخذها واحده واحده زين. مساله انك تقول الاداره ضده، هذا يعني تصعيد غير مبرر. من الاداره اللي ضده؟ هذا وش سبب المشاكل ذي؟ انا بعلم. لا لا خليني اخذها بعد دقيقه سام. اي مشكله تقصد؟ المشكله اللي صارت اليوم. المشكله محمد اللي اخطا عليها. انت سمعت كلام عبد الله الراجح؟ لا ما اخطا. دقيقه انتم سمعتوا بس من عبد الله الراجح وهو له التقدير والاحترام ولا سمعتوا من محمد؟ ليش يوم خذيتوا الاتصال قدام جمهوره ليش ما خليتوا محمد يجي هنا ويبرر؟ يا فيصل شوف ليش ما تبون ليش ساحب مايكه؟ انا علمك انا علمك ليش تسحب مايكه؟ خله شوف قول له لا الله فيصل. اذا انت تقول انا منصف طيب اسمع من أنا الرجل منصف. هذا واسمع من الرجل فيصل. هذا فيصل انا منصف. هذا البرنامج فيه اليه؟ شلون فيه اليه؟ فيه اليه صح؟ اي نعم. وانا
طيب فيها آلية انك تاخذ العصا يا محمد؟ دقيقه يا فيصل دقيقه، الله يخليك لي، خلني اخذها واحده واحده معك. سام هذا البرنامج فيه آلية صح؟ اتكلم عن فقرتي، انت تقول انصاف المفروض تعطيه. انا اتكلم عن كل شيء. طيب خلينا ناخذ في فقرتي لاني انا مسؤول عنها. سام. البقيه كل اللي دافع عن نفسه، لكن انت اتهمت الاداره فسالتك عنها، جيت انت تقول المفروض والمفروض انك تعطيه ماي. لا، لما يجي الان مدير الاعداد ويقول ان عبد الله محمد الودعاني ممنوع وتم سحب مايكه، طيب على اي اساس انا اجي اعطيه مايك واقول برر لي يا محمد؟ انت تقول الاداره، انا ما قلت فيك شيء انت. طيب انت إيه؟ انت قول لي هلا الله، بما انه سحب المايك انت خلاص. طيب إيه انا ما اقدر اسمع منه. قول لي هلا الله. اي يا فيصل انا ما اقدر اسمع منه وانا لست سلطه. يا فيصل انا لست سلطه، يعني انا لست طيب سلطان. كيف تسمع من الراجح ولا تسمع من ابو مساعد؟ لا دقيقه، انا سمعت من الراجح لانه هو مدير اعداد مسؤول. ليش ما تسمع؟ ليش ما تسمع من هذا بعد؟ لانه مسحوب مايك. انا قول لي هلا الله. اي مسحوب مايك يا فيصل. عطه مايك، قول عطه مايك وتعال هنا. يا لا محمد ما يحق لي، ما يحق لي آلية. انا ما اقدر، ما اقدر اقول يا فيصل. لا 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 يا فيصل، الله يكلمني في زعلان يقول ليش تاخذ مايك يا فيصل. فيصل الله يخليك لي ويخليك لي، والله اني انا احترمك وانا كذلك. سمعتني، ويعني ما اتمنى اني ادخل معك في نقاش حاد. هذا كذلك. هذا رجل، هذا رجل اطال لسانه. لا اطال لسانه، اطال لسانه على حق. لا مو على حق، لا على حق. لا والله لو انه ما هو والله. لا صل على النبي. ابو مساعد كم قلنا له؟ قلنا يا فيصل، يا فيصل كم مره، كم مره وهو مثل اللي يقول اجنب عن الزلات لو ما لها مجناب وطريقني يودي للمناقيد ما جيته على كثر ماني بتخطر خطا الاصحاب لو طويق يقف في طريقي تخطريته. ابو يا ابو يا ابو علمان، يا ابو علمان صل على النبي، صل على النبي. انت ابو علمان انت تحتمي دون خويك. نعم. والتحاكى في خويانا. نعم. وانا رجال ما بدخل معك في نقاش. شوف بناء على انا ما بحتمي دونهم، بعلمك الكلام الصحيح اللي يحبه الله. الله يجعلني فداك ابو معيان. اسمعني بناء على كلامك يوم اخطا عليه المقدم قلت ميد محمد ليش ما سويت كذا وما سويت كذا. ما بقول لك انا هذا دليل ان محمد يطلب لك الاجراء الصحيح. الاجراء الصحيح الله يخليك لي، لو انه صادق كان يوم انسحب مايكه جلس لين جاء مدير القناه وراح المرجع الصحيح. ما هو يقدح على كتابه الرجل كله بالحكي. ما حد كلام بالحكي، ما حد كلام بالحكي، ولا حد صلى على النبي. هي تدري اعلمك دليل صدقنا؟ لا نادى هنا يا ابو علمان. انا اعطيه مايكي ابو علمان يجي ويتكلم. ابو علمان الله يخليك لي. سم. انا اعطيك دليل صدقي. دليل صدقي يوم تكلموا، يوم تكلم عليه زياد وقفنا معه. دليل صدقي يوم قام عليه ولد قشراء وقفنا معه. خلاص تدري يوم يحق لكن 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 صل على النبي وانت تمدح يوم يحق، لكن يوم هي له يوم هي عليه وباطل. تبون نوقف معه الا غلطان والله المفروض لا يستبعد. اسمع ما يصدق، انت لا تسمع من جهه واحده، لا تسمع من جهه واحده يا رجال. نادى 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 هناها انا اعطيه مايك. اسمع من الرجال يا فيصل. انا ما سمعت من رجال واحد، انا سمعت من اربعه يا ابو علمان. فيصل فيصل اسمع منه، هو فيصل. هو هم منهم فيصل كله. الله يخليك لي فيصل. اما هو ان المدير الاعداد سحب مايكه، انا عندي فقره يا حبيبي ما راح اتجاوز مدير الاعداد. طيب يا حبيبي يا فيصل يا دقيقه يا فيصل دقيقه فيصل فيصل اما لا فيصل دقيقه دقيقه يا فيصل. اقتحام محمد، اقتحام يا فيصل، اقتحام محمد لفقرتنا غلط، لازم تقول انه غلط لازم. كل ليله هلا الله. اصبر دقيقه خليك معي. عطى المايك يبرد كبده في الكلام فيصل. ولا هو داخل عليك. لا لا، لما يدخل الفقره عندي بدون اذن تمام؟ لا، لان مدير الاعداد حتى كلمني في ليش ما تعطيه مايك؟ وش تبيه؟ تبيه يقعد صفن ايديه؟ لا لا يقعد صفن ايديه يا فيصل. فيصل هو متسابق يا فيصل، فيصل هو متسابق. يجي بكره ابو سلطان تفاهم معه يا اخي. انا جاي بالروق، انسى موضوع محمد. المهم اهم شيء يا ابو مساعد. عطنا غيره. الله وجهك واشكرك. عطنا غيره يا فيصل، عطنا غيره. لا لا وقف، لا والله وقف يا ابو علمان. سم بيض الله وجهه على خطا علينا. لا بيض الله وجهه اللي انصف روحه. انصف روحه شلو؟ انصف روحه ما انصف روحه الا والله نقد. شوف والله نقد روحه ما انصف روحه. قل لا اله الا الله. اجل يدخل علي بالعصا في غرفه النوم. ما دخل، صل على النبي. قل لا اله الا الله. شهاده داخل داخل كلام يا فيصل. فيصل انت تعرف المعاريف. كلام رجال، كلام رجال واحد ولا كلام اربعه رجال؟ وانت تعرف لا الرجال هذا كلام اربعه. هو في كفه، هو في كفه. النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 فيصل، لا 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 فيصل، فيصل الرجال. لا 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 فيصل، دقيقه دقيقه. ولا بها تجي من سبع علماء. فيصل فيصل لا 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 أبدا. فيصل فيصل لا 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 فيصل لا 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 أخطيت خطأ كبير يا فيصل. لا فيصل والله ما تجي منك. أنا بعلمك فيصل أبدا أبدا. أنا جاي نشوف. شوف يا فيصل هو هو اللي سبب المشكلة عليه. اسمع منه الله يهينه. لا بسمع منه بس ما تجي. متى تسمع منه؟ تسقط على الآخرين. متى تسمع منه؟ لا تسقط على الآخرين. عقب ما دخلت المشكلة تسمع منه. فيصل أنا ما حكمت اليوم. أنتوا تبون نروق ولا ما تبون نروق؟ أنا حكمت. لا لا ما تبي. صل على النبي. ما أنت مشى على الكلام. يا فهد يا فهد ما تبي نتكلم يا مسلم. أبو معيان كلك التقدير والاحترام يا فيصل. والله أنك
أخطأت علينا فيصل والنجم أقول لك التقدير والاحترام أنا انصفت أبو مساعد يا فيصل فيصل دقيقة دقيقة إحنا ما انصاف ما انصاف خلي على جنبي حبيبي دقيقة أنت أسقطت على ناس ما تجي تقول لي انصفت فيصل أوكي خلني أبرر أوكي ما تجي منك يا فيصل أنت عاقل ومحسوب عليك أسقطت على الإدارة المرة الأولى أوكي تمام واسقطت على خلني أبرر عقبها يا فيصل واسقطت على أربعة تقول إنهم في كفة ومحمد في كفة نعم وكأنهم ما يسوون شيء نعم ما يسوون شيء خلني أكمل الأربعة كلهم الإدارة مشكلتهم منهي معه مع أبو مساعد أوكي طيب هم من يديرون البرنامج هم يا فيصل وراء المشكلة هذا ما تسمع منه محمد متسابق فيصل تسمع منه محمد متسابق عند الأربعة متسابق عند الأربعة طيب أنا أصحاب المشكلة لا أنه يجي يخطي على الرجل بمجرد اللي قاله يا محمد لا لا يا فيصل يا إخماني يا أبو علمان صل على النبي يجون الخمسة واجي أنا واحد أبو علمان كلامك صادق كلا صح نعم على فمك كش لكن إيش رأيك صل على النبي إيش رأيك في رجال يوم توقف الرجال يقول واحد منهم هش كان هش اللي عرطني وانت تاخذ العصا علي من يصر عيال ما يصر عيال يا جي شافوا اصل العصا اما العصا اما العصا لك اليوم يقول انا ارقد يا فيصل يا جبت لك الكلام والصح لا تروق منه وانا اقول اجلت خلص حقاني واضح لا توقف بعصا قدامي لا وانت والله صديق صل على النبي والله العظيم الودي اني اختلفت انا وياك على واحد غير محمد الودعان لانه ما يستاهل اختلف عليه طولك مترين اقول ما يدك هش والله ما تمدها علي والله لا تمدها على ابو مساعد ما مدها على ابو مساعد وشي العربي ما مدها ان كان هو مشكلته مع ابو ماجد على كلامه مشكلته مع ابو ماجد وكلمته قال هذا المعد المعد ما في بطنه ولا في ظهره كل يوم هم يدخلون علينا يا الحين الاربعه منهم يا فيصل الاربعه اللي انت اللي تقول اربعه من إيه انت قبل شوي دقيقه يا فيصل فيصل من الاربعه انت قلت اربعه انا ما قلت شيء انا ما قلت شيء الحين اقوله انا ما قلت شيء اللي قاله عبد الله الراجح طيب اذا انت عندك مشكله مع الفريق الاعداد بعد يا فيصل انا الحمد لله رب العالمين خلاص ما عندي مشكله ولا جات المشكله عرفت احلها فيصل الان اساك للرجال يا فيصل الرايجين فيصل الرايجين مقطع عليك لي اليوم فيصل ال 60 يوم لا لا يا فيصل وانا الحمد لله الرجال مقطع عليك يا فيصل الرجال مقطع عليك انت اخطيت عليه مقطعوا علي لا مقطع على الرجال وانت اخطيتوا عليه ما اخطيت انا عليه خليه يبرر مقطع عليه ولا خليه يبرر ولا خليه يبرر يا فيصل ولا خليه يبرر ما خليه يبرر ما خليه يبرر يا فيصل لن اجعله يبرر تسمع من واحد لا فيصل فيصل دقيقه ما راح اخليه يبرر لانه ما تخليه يبرر يا حبيبي فيصل الو سلام عليكم صار كذا وكذا وتاخذ من ذا وذا ما تاخذ من يا عزيزي يا فيصل ممكن تسمع اليوم وانت ممكن تسمع انا اسمع بس انت وانا بعد كذلك لا انا اقدر افيد صوتك اهدى فايده اهدى طيب فايده فانا قاعد هنا مره دقيقه فيصل اهدى اسمع يا فيصل ايش فيك وانت تسمع بعد طيب اسمع أول شيء يا حبيبي لما يقول مدير الإعداد يسحب مايك محمد الودعاني هذا أمر من فريق الإعداد وأنت في برنامج أنت ومحمد الودعاني طيب تسمع الكلام أسمع الكلام دقيقة يا حبيبي خلني أكمل وأنت تسمع الكلام خلني أكلم أنا ما أسمع كلام أنا مقدم أنا مقدم هنا أنت اللي تسمع كلامي أنت قاعد هنا لا أنا مقدم أنت اللي تسمع كلامي يا فيصل اسمعني وأسمعك الله لا تجي تسقط على آخرين تحت الحماية اهدى يا فيصل اهدى يا فيصل أنت اللي تسمع الكلام اهدى يا فيصل أنت اللي تسمع الكلام ومحمد أنت جاي متسابق أنا ما قدمت متسابق الله يعطيك العافية محترمينكم مقدرينكم محترمين محمد أما محمد يجي يدخل علينا الفقرة وأنت تبرر له لا يا حبيبي غلط لا اسمع منه لا ما حد ما تسمع من غيره اسمع منه مدير الاعداد اللي ماسك البرنامج سحب مايكه سحب مايكه مدير الاعداد اللي طرف واحد في فقرات وقيم يا فيصل وطلعك من البرنامج ولا سحب مايكه ورا جمهور عظيم يا فيصل فيصل صل على النبي صل على النبي اللهم صل وسلم عليه لا يخطي على العرب ما حد مخطي عليه انجاز له انجاز له انجاز له يا ابو علي ما صل على النبي انجاز له ولا يلقى من شرحه ما تبون كيل ادب على ليش يا فيصل وانا ما ودي اتناقش معك في بعد كذلك وانا كذلك اكبر مني اتناقش معك فيه اما انك تخطي على الاداره يا ابو علمان انت خليت له الصوت وانا لو لا تاخذ الصوت ما حد مخطي عليه يعني ابو مساعد بيخطي على العرب بيخطي على العرب لا انا ما ولا ولا هي بالثانيه انت ما تدري العظيم ابو مساعد ما يوقف الرجال قدام ما خلي حقه يضيع بلسانها طويل لا ما يضيع الا خذها براسه الطيب صل على النبي انت تقول ان اللي صحاه ابو ماجد صح نعم. ولا لا ايه بالعصا صح ولا تحسسه وشف اسمعني بس الاداره الا بعد كلامكم البارح اسمعني بس كلامكم البارح ولا تحسس الاداره اسمعني بس كل ما جاله واحد يا ابو علمان اسمعني يا ابو علمان ترى ما اقدر اتحاكم بعد اسكت
ابو علمان انا احترمك والله اقدرك ابو معيان لا بالاحترام متبادل اقدركم التقدير الله يخليك لي اسمعني الله الله اسمعني طيب اسمعني اسمعني انا بكمل النقاش كلام قل لا الله كلام ابو مساعد اللي بتقولونه ونقوله كفى وصلى الله وسلم وانا اشكر ابو مساعد يعطيه العافيه تبون نكمل في محور ثاني ما عندي لا والله لا يستاهل الشكر ولا يستاهل لا يستاهل الشكر ينقده والشحن على ريته ولا على ريته والله العظيم ياكل الشحن عندي ونخله ياكل الشحن على نفسه ما يقتل على انطلع ياكل الشحن في بيتي وانقعد ياكله هنا انطلع انطلع الرجال الشحن انطلع انطلع يلقى من شرعه انطلع يلقى من شرعه وانقعد بيقعد وهو يسمع الكلام والله والله انقعد ياكل الشحن عندي وانطلع ياكل في بيتي هذا الكلام يا ابو علمان وهذا أما الكلام تجي اما انك تجي طال عمرك احمياك خلا على حق نعم احميان مع الحق هلا ما يبغى الحق ومع ابن عم لا والله ما يبغى الحق كله ترى ما يبغى الحق وعلى الحق انت قلت مع ابن عم يا فيصل وعلى حق احميان ما يتمنى اي نعم اي والله فاخر والمعارض على الباه مثل وسم بن قران شيخ المناصير يا رب صل على النبي والله العظيم قال ورث الطيب مما جناه لكن ما قصر شافت الناس كنت اتمنى هذا الظهور لك يا فيصل بعلمك حاجه كنت اتمنى ابدا هذا الظهور لك مساعد على شيء حدثوني على شيء لا ابدا حدثوني ولا كلكم التقدير والاحترام غير الجمهور كله استنقصت من فريق الاعداد استنقصت من الاداره شككت في الاداره هذا حب هذا فيصل نعرفه اخذتك الحمايه وجيت في موقف لا ما كنت تتمنى هذه كلمه حق انت انقال انا بقول لك حاجه انا بقول لك حاجه انت يا ابو علمان تقول ما اخطيت وانت طال عمرك تنسف اربعه رجال في رجال واحد اي نعم لا هم مقياس يا فهد ما هم مقياس على الطلاق ما هم مقياس انا ما هم مقياس الا مقياس لا والله ما هم مقياس هم لا والله ما هم مقياس والله صل على النبي والله لا محمد الوجعاني انسان مثل السنه هم دنيا من انسان محمد ولا اخطا مثل خطا محمد ولا راحوا تطفلوا مثل محمد وخبرتهم ما هي مثل محمد يا رجال صل والله ما يجي محمد ربع الراجع الصدق اللي يحبها الله والله يا محمد ما يجي ربع الراجع هو الطرف الثاني هو الطرف الثاني القضية هذا لك كلهم في طرف واحد صل على النبي لو تهلوا لين ويعشرها والراجل الخط الأول والخط الثاني وأقولها الراح يلقل من شرحه والراح يلقل شرحه ومشي وكلام أنا أقوله وحماه هذا الكلام اللي عندي الله يعينك أنت بتخسر تذبح للشحم الله يستعلم نعم تخسر ويستاهل الشحم لكن يستاهل الشحم يا فيصل اتمنى وكنت اتمنى ان شخصيه فيصل العقلانيه تظهر بمثل هذه المواقف لان نقول للمخطئ اخطات وللمحسن احسنت لا محمد لا اخطا الفقره واخطا بدخوله اليوم قلناها ولا غيره يطلب علي يقول لساني لا والله عم نقول الكلام اللي على حله يا ابن علماء لا لا وإني أقول الكلام اللي اللي حق اللي من المجتمع شكرا لك يا فيصل شكرا كذب يقطع لسانه من الجمهور شكرا يا فيصل والله أقوله شكرا لك والله أصفص يا فهد بختم يا فهد خلاص لا ما عاد أبو عبد الله المسألة ما تمرير لا لا مرر بكيفه يمثل نفسه مثل ما هو طلع بحقيقتي اليوم فيصل اللي كان يمثلها طول الأيام شكرا يا فيصل الله يعطيك العافية شكرا يا فيصل شكرا لحضورك اليوم أبعلمك شيء صل على والله انا ادري ان كلامنا يجي حزن في حزن في مفصل ما هو حزن في غير مفصل الكلام اللي يجي حزن في غير مفصل كلامه انا محمد الودعاني وانا تجنب البرنامج كله قلت ما ابي اتناقش معه كلام الحقيقي اما انه يجي دافع عن غوغائيه وفوضى وهمجيه منقطعه النظير هذا غير مقبول صنفته تحت ابن عم ومحمد الودعاني يوم يقول اربعه في الاربعه في كفه ومحمد الودعاني في كفه والله انه غير صحيح والله يا محمد الودعاني محمد الودعاني إنه ما يجي ربع واحد منهم ربع واحد منهم ما يجي محمد الودعاني هذا كلام غير صحيح وتصدر مشهد غير مقبول ومقيت وأتمنى أنه ما طلع بهذا الشكل إيه؟ لأن أبو سلطان ما عاقب اليوم لما يجي متسابق ويسقط على الإدارة بشكل مباشر يعني أمانة تبون صدق والله أني كنت أبغى أختم الحلقة أروق المشاهدين لكن للأسف طلع فيصل جيتك يا عبد المعين طلع نفس أثروا عليه أنا كنت أتمنى أن فيصل يأثر عليهم طلعهم أثروا على فيصل يعني صار في الأخير عقلية فيصل أشبه بالمتسابقين الموجودين اليوم فيصل أسقط على الإدارة بشكل مباشر أسقط على الأربعة بشكل واستنقاص أنا اليوم أنا مستغرب هل هذه شخصيات المتسابقين الحقيقية وفي الأخير يا فيصل ترك متسابق لا تدخل هنا وتلبس ثوب غير ثوبك أنت متسابق هذه آلية برنامج يجب أن تحترم الأربعة اللي أنت تصنف عبد الله الراجح مدير الإعداد تمام والأخوان في الإعداد وأحمد باقطيان مدير العلاقات العامة وتسقط عليهم بشكل أنهم ما يسوون محمد الودعاني لا يا جماعة الخير خطأ كبير وهذا الأمر غير مقبول بتاتا ترى في نقطة حنا نقول ما يطيح من الرجال من فم الرجال من كلام سيء يطيح على الحيتم هايب على الحانة وفيصل بن علمان قال أكثر من كلمة مررناها ما مررناها من جيده مررناها من طيب روسيا
انا امررها لاني طيب راس وامررها من جديد لاني ما بوقف لك بس ولا الموت اخوياك ذولا قد وقفت لهم كلهم ما واحد منهم كلام من يعيش لكني انا ما بوقف لك هذه الفكره اللي ابغاها توصل ما هو بجيدك لكنها طيبنا بس نعم للاسف ان الخطا يجد من يبرر له بل ومن يصفق له صفقوا للاخطاء صفقوا للمخطئين صفقوا بكيفكم ستجنون ثمار تصفيقكم امام اعينكم شكرا لكم نشوفكم ان شاء الله بكره يعطيك العافيه ابو محمد انا كاريزماوي وبتحدى اقلط على الطاله وانا المبدا مالي على